بعد نهايه مباراه واتفورد طلعت اخبار كتير ولسه الاخبار مستمره لحد دلوقتي. ذا صن قالت ان رسميا تمت اقاله اولي جونر سولشاير، وقالت ان الجليزرز امروا ان هم يدوروا على التعاقد مع زين الدين زيدان او براند روجرز قبل مباراه فياريال. وكلام دلوقتي بدا يتغير خالص، يعني كل الاخبار اللي بدات تطلع بعيد عن الصن بتقول ان خلاص المسؤولين فعلا عملوا اجتماع في مانشستر يونايتد وقرروا اقاله اولي جونر سولشاير، بس مستنيين الراي الاول والاخير لجويل جليزرز. مين بقى جويل جليزرز ده؟ ده الملك بتاع النادي يا باشا، ده اساس رجل الاعمال الملك النادي. عشان لما كنت بقول لك ان سولشاير موجود علشان خاطر هو مناسب لمشروع الجليزرز كنت صدقني، كنت صدقني في الموضوع بتاع سولشاير ده. معلش انا قلت لك ان الجليزرز متمسكين بيه عشان خاطر الراجل، ولا بيهش ولا بينش ولا ليه تمركاته ولا ليه طلبات، وهو مبسوط اساسا انه موجود معاهم. فالموضوع دلوقتي خرج خالص من بره دائره كره القدم. هل جويل جليزرز هيقرر اقاله اولي جونر سولشاير ولا هيسيب سولشاير؟ لان سولشاير احنا كنا بنتكلم في الفيديو بتاع مباراه مانشستر يونايتد واتفورد على البدلاء، كنا بنتكلم ان زيدان مستني الاقاله اللي هتيجي من المنتخب الفرنسي للسيد ديشام، مستني يمسك فرنسا في قطر، وكونتي مسك توتنهام، براند روجرز هو المتاح، لان براند روجرز مشروعه مع ليستر سيتي بقى ممل وبقى بيقول انه مش هيجيب اي حاجه خالص، والمباراه بتاع ليستر النهارده قدام تشيلسي تشهد كده. فاعتقد ان براند روجرز هو الخيار الاقرب لتولي اداره مانشستر يونايتد. الا بقى لو هنرجع نتكلم تاني على حته الالماني السيد رالف رانجيك، بقول اتمناها بصراحه، اتمنى واحد زي رالف ده يجي مانشستر يونايتد، انا عن نفسي اتمناها. انت بقى يابا قول لنا تتمنى مين، وهل فعلا الجليزرز هيقرروا يكيلوا سولشاير ويريحونا كلنا، ولا لسه الحديث بقيه؟